وهذه سيدة أخرى تقول أنا أسكن مع حماتي في مسكن واحد، وهي تحتاج إلى خدمة كبيرة إلى جانب خدمتي لزوجي وأولادي، وأجد في ذلك مشقة كبيرة من أجل حبي لزوجي والإبقاء على حياة الزوجية، لكن في بعض الأحيان يحدث تقصير بسيط مني فتوجه إلي ألفاظا شديدة وتشكوني إلى زوجي، فهل في تقصيري في خدمتها حرمة؟ وهل أصبر على إهانتها لي؟ وهل لزوجي الحق في الانتقال إلى مسكن خاص بعيد عنها؟ مبدئيا نقول إن خدمة الزوجة لحماتها ليست واجبة، بل هي تبرع فقط لا حرمة في التقصير فيها، وإنما هي مظهر من مظاهر حبها لزوجها وعدم إيذائه بأي شكل من الأشكال. ومشكلة الحمات مشكلة قديمة، والزوج حائر بين أمه التي ولدته وربته وأعطته كل حبها، وبين زوجته التي أحبها وتزوجها وأعطته السكن والمودة والرحمة. فالأم تريد من ابنها عدم مشاركة أحد في الحب، وكذلك الزوجة تريد ما تريده الأم، والواجب على الزوج أن يوزع حبه بقدر المستطاع بينهما، وقد تباح له وسائل في هذا الصلح لا تباح في غيره. وأنصح الأم على كبر سنها بتقدير ظروف الزوجة وشواغلها الكثيرة إن حصل منها بعض التقصير، وألا تبلغ ذلك لابنها حتى لا يتأثر بما يفسد علاقته بزوجه. كما أنصح الزوجة بالتحمل والتسامح، فخدمتها لها ثوابها كبير ومضمون إن شاء الله مع الإخلاص. ولتعلم أن هذه الأزمة لها نهاية قربت أو بعدت. كما أنصح الزوج بالسياسة والكياسة في التعامل مع الاثنتين، لأنه ليس الوحيد في هذه المشكلة، بل هي قدر يشترك فيه معظم الناس. ولو استطاع أن يجعل له مسكنا خاصا ويوفر لأمه من يخدمها مع التردد عليها وزيارتها بين حين وآخر مع زوجته وأولاده حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا لكان أحسن. والله أعلم.